عشرات الساعات تفصلنا عن انتخابات مجلس الشعب المصري يوم الأحد القادم، وما زال الجدل يدور بين الأطياف السياسية المختلفة، من سيقاطع ومن سيشارك، من يدعو للرقابة ومن يرفضها، ومن يؤكد على نزاهة العملية الانتخابية، ومن يقطع بانتهاكات تشوبها. النظام يريد أن تتم الانتخابات في الظلام. النظام اتخذ إجراءات غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة ليحاصر الإعلاميين ويحاصر وسائل الإعلام ويحول بينهم وبين واجبهم المقدس. المؤتمر الصحفي الذي أقامته الجمعية الوطنية للتغيير بمقر حزب الجبهة الديمقراطي إحدى القوى السياسية المقاطعة للانتخابات شاركت فيه عدة جهات معارضة، اشتكت جميعها من إجراءات يرونها تعرقل سير العملية الانتخابية. المؤتمر ينعقد لتقديم شهادات حية من أرض الواقع تؤكد على الانتهاكات الكثيرة التي تمت حتى الآن في مجال الانتخابات، وحيقدم هذا مجموعة من المرشحين الذين واجهوا هذه الانتهاكات. على الجانب الآخر من النيل داخل مقر مجلس الحزب الوطني بالقاهرة، هناك تأكيدات بنزاهة الانتخابات، بل ودعوة لوسائل الإعلام لتغطيتها وإبراز شفافيتها. وجودكم ومتابعتكم هي اللي بترد على بعض هؤلاء الذين يريدون أن يسلبوا حق المجتمع المدني وحق الإعلام المصري وحق الإعلام العربي وحق الإعلام الأجنبي بأن تتاح له الفرصة لأول انتخابات بتتم بقيم ومعايير دستورية وقانونية جديدة. وفي غرفة عمليات المتابعة بنفس المبنى يجري العمل على قدم وساق لمتابعة أخبار مرشح الحزب الوطني وتسهيل عملهم. غرفة العمليات مهمها التنسيق مع مرشح الحزب واستقبال أي شكاوى منهم واستقبال أي معلومات منهم، وفرز الأصوات بيتم إبلاغها لغرفة العمليات. أما مرشح القوى الأخرى فمنهم من يشتكي من صعوبة إتمام مهمتهم بسبب تعقيدات يصفونها بالشكلية. الشهر العقاري في كل المصالح يقول أنه لن يعطي توكيلات إلا بناء على موافقة من قسم الشرطة، وهذا مخالف للقانون. ثم قسم الشرطة يقول أنه لم تأتي أي تعليمات باستخراج توكيلات، يأخذ الأسماء قد يستخدمت في حملة اعتقالات أو شيء من هذا القبيل. مع تصاعد شكاوى الإخوان المسلمين وغيرهم من التضييق على مرشحيهم، ومع تأكيدات الحزب الوطني على شفافية الانتخابات ونزاهتها، ومع استمرار الجدل بين الأطياف المختلفة حول جدوى المشاركة في الانتخابات وإمكانية الرقابة عليها، يستمر الجميع في محاولة الوصول إلى رأي الشارع المصري بشتى السبل. إيناس إسماعيل، بي بي سي، القاهرة.